8 و10 دقائق توا في اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. زي العب يلا تجيكم من توا حتى للتسعة متاع الليل. سلموا برشا على العباد اللي تابعوا فينا على السوبور نتاعنا الكل، الباج فيسبوك راديو اي اف ام والا عشان يوتيوب اي اف ام تي في مع اتصالات تونس. معنا حد يروح متغشش، هذا الشعار اللي بدينا بيه واللي باش نوصلوا بيه ان شاء الله باش تشاركوا معنا. ساهل ياسر تبعتونا على نجمه 600 نجمه واحد اتياز. حلقه الجمعه 23 سبتمبر، معايا لهنا في الاستوديو على يميني بثينه حربي. مرحبا. مرحبا. صباح الخير. الحمد لله. صورتي في الازرق. انا ما خلطتش عليهم الترابش هذوما نتاع الميكروويف والله. زادوا زرقوا الاستوديو. زينو استوديو. افكار داني بيو هذايا انا نتصور. سلموا عليه برشا برشا صديق يصبح فينا علي هي ساري ولا صغير. مرحبا. صباح الحمد لله. كأنه سمعت انك حزنانه نوع الشيء على خاطر وليد غايب اليوم. هذه ثاني غلطه تعملها من هذا القبيل. اشاعات. وقتها نشوفوا مجريات المباراه والقمع والتعسف اللي بيشتراهم اليوم من قبل المنشط المعاوض الا وهو انا رجح زنجير. شكون معاكم اليوم ونهار الاثنين ونهار الاربعاء ان شاء الله. كان عندك نصيب في الايام هذوما تترك خاسره باس. معيشك ربي فضلك. باس ينصحك خير. الحمد لله. نفدلكم بالتعاسف. نعم بيان سور هكا توا. وخيتنا صغيره ولا وندهد فيها تسلني قهوه هكا ولا تحكيها اوفيسيلمون تسلني قهوه على الملا. نستقبلوا تو سويت المتبري اللي معانا. نبدا بسي خليل السيد من حي الغزاله 27 سنه. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا خليل. عسلامه سي خليل. عسلامه. صباح خليل. أسلام. صح بخير. نسمعوا فيك 5/5. الحمد لله لباس نتوما. نحمدو ونشكرو الحاضرين الكل. سلم عليك برشا برشا. يخدم في كابيني دو كونسلتين. كابيني دو كونسلتين من غير ما نسميه حتى كان كابيني هكا ولا هكا. من غير ما نسميه. صافا الامور طمن بخير. الحمد لله. اللي جاي والا كيفاه الامور عندكم الشعب التونسي متفائل ولا؟ لاباس. لاباس. خليوها في لاباس. نتفائلوا بالخير. وعندك 600 للربح صديقي يلزمك تفيل بالخير لعل وعسى يكونوا من نصيبك هما والسيارة اللي تدخلها في القرعة ابتداء من اليوم. بالطبيعة معانا زاد نهاد عزيز من نابل 22 سنة كينا. يا اهلا وسهلا ومرحبا بك يا نهاد. عسلامة. عسلامة. صباح صحة بخير. الحمد لله. لاباس. شنو هي الأمور في نابل؟ لاباس الحمد لله. باردة بعض الشيء؟ والله صوت مش واضح في البيت. باردة شوية خوتك في نابل؟ السبع معتدل. بديت تنسم الدنيا شوية أكثر من لازم. باهي. قانون اللعبة يظهر لي تعرفوه الناس الكل باش نعرفوا مع شكون باش يلعب من الحاضرين لهنا بحذايا في الأستوديو. سؤال عندكم في 10 ثواني تعطيوني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل وقت من المتباري اللي سابق. بالطبيعة بشكاكة أنت اللي تختار مع شكون باش تلعب من الحاضرين معنا لهنا بثينة وإلا ولا. باش نبدأ معاك أنت صديقي خليل. كان حاضر قل لي في وضع الاستعداد باش نقصدو. حاضر خليل. حاضر. يلا نبدأ. والسؤال يقول سمي ثلاثة مهن يلبسوا فيهم الطبلية. طبيب. محامي. و هاي من السبيطار بركة عندك ستة ولا سبعة طبليات يا خلايل. ما فهمتش المحامي الطبلية كيفاش الراجل الأسود هذاك ما يتحسبش طبلية نورمال مور. خليل. أوكي. ميسال شوي دونك زوز إجابات صحيحة في 10 ثواني نورمال مور. نمشي معاك أنت يا نهاد. حاضرة؟ أنا بالصوت مش فرح بلي. حاضرة أمامي. يمكن هي أحبالي الصوتية اللي مدغتشة شوي. ما نقولوش الميكرو ولا ما تحبش تعرف. يلا تسمع هكا المهم يخلط الصوت باش نجم تجاوب خاطر كان وصلت عاودت لك السؤال ديجا كلينا شويه وقت وكيكا تولي معاش تخلط تعطينا ثلاثة اجابات صحيحه. السؤال يقول سمي ثلاثة بلايص النجمو ناكلو فيهم. ريستوران. الكوجينا. بحر. في البحر. في البحر. ريستوران كوجينا والبحر. ثلاثة اجابات صحيحه في 5 ثواني. دونك للنهاد هي اللي باش تختار مع شكون باش نبداو مع شكون باش تلعب بلوتو ما بين بثينة والا ولا. لكن الاختيار يا نهاد. بثينة. مع بثينة. نهاد بثينة. خليل.
ان شاء الله مربوحه يا نهاد. انت ولي عاصمة مرة أخرى. إن شاء الله مربوحة. إن شاء الله. أنا اللي حكيته قبيلة راهو مفدلك راه. ما مانيش نقمعها ولا حتى شيء ولا شن تعصف عليها ولا. جيت أنت في العراضة راه. مش على حاجة صديق. يلا شوية آخر اللعبة في الروندة الأولى بتاعها قبل فاصل إشاري وأنا راجعين. رجعنا لكم من جديد في فيما أحلى راديو ذي العبيلة معكم حتى للتسعة متاع الليل. قبيلة شوي عرفنا شكون من الجمعيات نهاد دونك مع بوثينة أخونا خليل مع أولاء لهنا. السؤال في الأستوديو للفتيات سؤال السرعة لدينا على البزر التركيز. السؤال يقول على شنو نقولوا مفتاح الفرج؟ الصبر ومفتاح الفرج. هذاك هو الصبر ومفتاح الفرج. يعني نمشي معاك انت يا نهاد كان مازلت معنا وتسمع فيا مليح مليح. سؤال توا باش تتشاور انت وليلا بوثينة وتحاولوا تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى الوقت. نهاد معنا. نهاد اي نسمع انا صوتي مش واضح. برفي ترى هتكلم انت بوثينة. تسمع فيا انت نهاد هكا كي نحكي معاك؟ اي هكا واضح. واضح اوكي. سبحان الله رغم اللي راون نمراتي صوتية الأصوات تفرق راهو نفس الصورتي يعني مش كل واحد يحكي بتليفون وران بس هكا هو هكا سبا رجع ساعتك اللي بعيد صعب تنحاول أنا مش عارف شو نعمل. صديقي المخرج عاون زيدني حتى بلوس ان ديسيبل في الميكرو سبا ثلاثة زد والله يعطيك الصحة قايم بالوجه. يلا السؤال يقول مسلسل أبو ضحكة جنان هو قصة حياة أي فنان؟ الاقتراحات إسماعيل ياسين وإلا عادل إمام وإلا فريد شوقي. مسلسل أبو ضحكة جنان هو قصة حياة أي فنان؟ إسماعيل ياسين، عادل إمام ولا فريد شوقي؟ إسماعيل ياسين. نصور إسماعيل ياسين خاطر إسماعيل ياسين ماك تعرف ياسر هكا الأفلام تاعو تاع ضحك إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين إن شاء الله. وعاد الإمام كوبي ولا شنو؟ لا مش معناتها مسلسل إسماعيل ياسين قمة كبيرة معناتها في التمثيل قدوة. مسلسل أبو ضحكة جنان هو تسجيل بتو قصة حياة أي فنان؟ إسماعيل ياسين، عادل إمام وإلا فريد شوقي. الإجابة الصحيحة إسماعيل ياسين. تخيبون تخيبون تعود مبارات ويح تبلاش نهاد وبوثينة ميسالش مازال الطرح كي بدي يا ولي راحتك حيدة وحيدة خونا خليل راك تنجم تكون أصبت الاختيار مازال تلسل لارا حبش تعرف هو مجبر مسكين مش يلعب مع ولي خاطر خسر في السؤال الأول ولكن حبش تعرف عليه. يلا نرجع لهنا الفتيات مرة أخرى للأستوديو. سؤال يقول باش تكملوا بما يليد دوام الحال من المحال. هذاك هو من المحال. يلا خليل شفت كيفاش خوتك هالجاك التور خويا هاي فما فرصة توا باش تعدل باهي خليل لازم نركزوا شوية قوي في الجغرافيا خليل. مش طيارة صافا ليه تنشوفوا طيارة الان حد الفولم تاعك وين يوصل بالضبط مو طيارة ركز ركز بيه ركز خويا. السؤال يقول وين موجود مسجد كابتن كيلينج؟ الاقتراحات الدنمارك الشيشان وإلا ماليزيا. سي خليل أيوة وين موجود مسجد كابتن كيلينج؟ دنمارك الشيشان ولا ماليزيا؟ عندك شي فكرة؟ دنمارك سور تنجم تعود لي لكثير الدنمارك الشيشان ولا ماليزيا؟ شوف الوقت ننزل راه الدنمارك الشيشان ماليزيا الشيشان الدنمارك الشيشان ما خلاص سافر خليل والله عمري ما سمعت بيه. أنا بدلت وكاو
باهي وفي الوقت هو وفي الوقت راهو لازم نختار. اعطيني اجابه. اعطينا اجابه خاطر انا ما عنديش فكره الحقيقه. الشيشان. الشيشان دونك تخطف. وين موجود جامعة كابيتان كيلينغ؟ دنمارك، الشيشان وإلا ماليزيا. الدنمارك من الأول كانت هي الإجابة ثم أصبحت الشيشان. الدنمارك إجابة غلطة. أوكي معك. قاعدة الحكاية ما بين الشيشان وإلا ماليزيا. زعما إن شاء الله عنا الزهر تختفك. الزهر وحده ما يكفيش على خاطر ماليزيا الإجابة الصحيحة. الله غالب. نقول لك معروف الجامع، معروف الجزيرة اللي هو فيها لا محالة في ماليزيا، ومعروف معناتها بالتاريخ نتاعه. أول مرة نسمع بيه تزور وتمشي تعمل فيه تصور كسوسوا معناتها من المسلمين يمشيوا ويأديوا معناتها ماليزيا ديجا فيها برشا مسلمين. هو أفيت الجزيرة هذه وقت اللي معناتها الترافيك فيها وتجارة ازدهرت فيها، كانوا برشا تجار مسلمين يمشيوا للبلاصة هذه كافية. نقولوا احنا كجيست نتاع بونفوا منهم هما حبوا يعملوا حاجه ترمز معناتها للكوميونيتي هذيك، دونك عملوا المسجد نتاع كابيتان كيلينغ. 1801 على ما اظن تم تشييد المسجد هذايا من قبل المهندسين مسلمين. الله غالب. واحد بلاش تقعد نتيجه كيما هي، واحد بلاش الفريق اللي على يدي اليمين. نرجع مرة أخرى للسؤال هنا تاع السرعة، فاش تثبت قديك؟ اللي مركزة في روحي خمس في بالي حالة قناة ربط مع زهرة باش نقول لك أه هنا ما عملنا شيء. يلا السؤال يقول قديش فما من حرف فاء في كلمة فوسي فوسي؟ اثنين صعيب السؤال الحقيقة صعيب. قعدت نعود فيها وحدي ويتطلب فتنة. باهي يا زهرة باهي. يلا مرة أخرى نهاد وبثينة لكم الكلمة. السؤال هذا راهو ينجم يقربك شوية آخر ل 600 دينار لنهاد. باهي نهاد معنا ماو معكم أي معك. أيه السؤال الثاني معناتها اثنين بلاش معناتها قربنا أختي وأخت. هاي مازلنا في ال ما هو مش جغرافيا ياسر هذايا إلى محالة، ونعطيك السؤال وأنت ثبت هاكا مع بوثينة خذ راحتك. سؤال يقول وين موجود المعلم الأثري سبيل صاحب الطابع؟ الاقتراحات موجود في المستير، سوسة، وإلا في باجة. نهيل عندك فكرة وين موجود المعلم الأثري؟ المعلم الأثري؟ المعلم الأثري سبيل صاحب الطابع في بيجا. بيجا أوكي قولوا بيجا. قولوا بيجا أي أكثر يعني هات تقريبا سيرة بيجا. لا إله إلا الله بيجا. مشيت له أنت قبل يعني هات؟ أنا ما مشيت له شما لا مستير ما فيهش ما للكيت ماشي مريق. لا لا ما نعرف هكا شوية زون مستير وسوسة ما نفكرش فيها الحاجة هذي. حطينا كيفها بالضبط باغي إليميناسيون عملنا. دونك المستير لا سوسة لا. الإجابة نتاعكم كانت بيجا و إن شاء الله بيجا لا رجعة فيها معناتها الإجابة. نحسك نهاد سيرة سيرتين من المعلومة نتاعك. نهاد تقريبا والإجابة نتاعك صحيحة نهاد عندك الحق. اثنين بليش اثنين مقابل مفيش. مقابل شو نقول لك ولا ايش باش تقول لي؟ قول لي ترى زوز قهوه. اما هيك ابو ثينه قال اثنين. هاي مسيش عادي شو نحطه في الصبوره اللي مع مشيره له صفر. هاي كيفاش تو؟ ان شاء الله عادي ان شاء الله ربي حرك اسبابها. اوكي معاك ما ننزلوا في ساعه ونجاوبوا بالصحيح ونعرفوا زيتكم الكل. انا نزلت الحقيقه مش كيف النازلين راه. اي باش تقولي خليل هو اللي ما قمرش مليح في الشيشان جابها في عظم ماليزيا ومش نعم ليش اون فيغ فواغ بيه يا خليل. أيوة أيوة يا أخوان هاي مازال الطرح راه فين بليش فما ريمونتادا صارت في تاريخ المناوعة هذية عالمية راهي وصل 3-2 وربح هو معناتها في الأخر ما ضاع شيء صديقي. باهي هاي نرجعوا دونك السؤال مرة أخرى للفتيات في الأستوديو ركزوا لي مليح مليح عندك فرصة أخرى للأولاء إن شاء الله. السؤال يقول قولوا خرج كيف الشعرة من العجين وإلا من السمن؟ عجين عجين
أمور هيك لا جاوب أمور كربوهيدرات ما شاء الله عليها تولي غبيد تيك تاك خليل يا خليل إن شاء الله عادة تورا هيا موزيكا مغروم شوية شوية نعم شوية 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 أعطيني أنا الحقبة الزمنية اللي متبع فيها موزيكا مليح مليح زاني كترو فانديس التسعينات الألفينات باش نقولك التسعينات والألفينات وقتها تولي سهلة سهلة الأمور أنت بركة ركز شوية هكا تسترجع الذكريات أنا الجملة باش نقول مطلع أغنية واسم تيتر وانت حاول تلقى في الباقي صديقي ولكن مش هذا هو السؤال تكتشفه توت سويت السؤال يقول شكون كتب بغناية الليل وآخره اللي غناها علي الحجار هل هو عباس محمود العقاد أحمد شوقي وإلا سيد حجاب سي خليل شكون كتب بغناية الليل وآخره اللي غناها علي الحجار عباس محمود العقاد ولا أحمد شوقي ولا سيد حجاب سيد حجاب متأكد؟ والله ما نعرفش نعرف نعرف نجيبه ما نعرفش أعطيني إجابة يا خليل سيد حجاب سيد حجاب عباس محمود العقاد أحمد شوقي سيد حجاب شكون اللي كتب بغناية الليل وآخره اللي غناها علي الحجار قال سيد حجاب انا نتصور معناتها باغ اليميناسيون حتى انت عملت ماهوش عباس محمود العقاد ماهوش احمد شوقي تتصور والله ما انا نقول لك ثلاثة ما نعرفهمش وش معنى جيت في الاخر معناتها وقمرت واكي كمان ما نعرفهمش معناتها لازم نختار رسونتي معناها حسيت سيد حجاب هكا قلبو ميل غادي تنقاد نمشي والله اسمه ارسل من الاخرين سارة سارة هي الحكاية يريد كان جاءوا الدفورات بالسهولة هي يريد كان جاءوا والله العظيم مسيرتنا دراسية هكا خاطر إجابتك صحيحة صديقي خليل واضح دفورات الأنجليك فاش كنت عدي فيه من نفس الدفعة خليل كريبيا اثنين بواحد تاوى نتيجة أخوي شوية تركيز للولاء وتنجموا تجيبوا هدف التعادل إن شاء الله نرجع مرة أخرى للفتيات السؤال المرة هذه في مادة اللغة العربية السؤال يقول لم هي أداة جزم وإلا نصب جزم جزم وين إجابة ما نحكيوش فيه ليه نزلت جزم ما عرفها بليه والله اما قعدت سنة في وقتش باش تنزل كي ما عرفتش حتى تروحي نزل تقبل تروبيري بها هي باش تنزل ما كانت تنزل تنزل من بعدها اوتوماتيك موش مشي لها ليه ما ها انا نبدا هكا مركزة وتك ننزل يا اخي يا سبقتني دونك تكتيك انا عملته سميمة اللي خرجت في تك ننزل انا نبدا مركزة صافا لحد الان وجه ملائكي وتك ننزل درجة توت عليها حاجة اخرى يلا ايش عندي ولا عندها نرمال المهم نربحوا احنا راوا يلا نهايه السؤال هذا تجاوبه بالصحيح تربح 600 دينار باهي طرح الكل نهايه مركزه سيدي الكل نتاعي نهايه مركزه مركز يعني نهايه عندك الحق عندك تحب تربح عندك 600 دينار اون بوش هذاك يلا السؤال يقول شكون الفنانة اللي تكفلت بإصلاح الطريق اللي أودت بحياة جورج الراسي الله يرحمه ماجد الرومي ماجي بوغص وإلا نادين الراسي تكفلت بإصلاح الكياس اللي صار فيه الأكسيدون اللي مات فيه جورج الراسي الله يرحمه اقتراحات ماجد الرومي ماجي أبو غصن نادين الراسي, الراسي. الكياس اللي يربط ما بين لبنان وسوريا أنا نصور اللي عندها صاحبة مواقف وكل ماجد الرومي ما نعرفش ماجد الرومي ماجد الرومي
وش بيهم نادينا الراسي ما عندهاش مبادئ؟ ليه ما يقصش مبادئ، مواقف، صاحبة مواقف معناتها اخته مازالت حزينة عليه، واخته هذيك اخته نادينا الراسي هي مش ليه هي ديجا، مش ليه هي ديجا كما قال ماجي ابو غصن. نجم تكون الرياكسيون اشو وقتها كونه نعملوا حاجة بوغ اريتي، نجم تكون خمت فيها اما مش باش تمشي تصلحوا الاكسيدون في البلايص هذوك، نجم تكون انيشيتيف تخذت وقتها وتخدمت وقتها معناها شنو المشكل. ونسين ميجي ابو غصن، احنا في الاثناء ما قلنا حد شيء مسيكنا عليه. على كل ميجي ابو غصن مش مخرجة ماجد الرومي، ميجي ابو غصن ولا نادين الراسي، شكون اللي تكفلت باصلاح الطريق اللي عودت بحياة جورج الراسي؟ الاجابة الصحيحة هي الفنانة الكبيرة ماجد الرومي. الف مبروك مبروكين عليك. على شكون تحب تسلم؟ للي عندك شي ديديكاس تحب تقدمه؟ عايشي كله وصحابيهم وانتوما، سلام مبروك عليك ديديكاس، الف الف مبروك مرة اخرى صديقي خليل. ايوا مبروك عليك بون داشا بقيمة 100 دينار من عند تونيزي تيليكوم. على شكون تحب تسلم خليل؟ سلم على ليتنا فينا الكل على ميسيرش خليل المرة جاية، وما زلت القرعة اللي تربح السيارة، ما زلت القرعة اللي تربح الكهرباء، ما فات شيء. ونجمي عاد يلعب معنا بالطبيعة، نجم تعاود تشارك معنا سيلياس، نجمة 600 نجمة واحدة دياز شفيهم هذوما حد شيء. عنا جولة مقابل لا شيء، مش جديد عليها الفوز للبوثينة كل ما نبدأ حاضر. ما شاء الله يا زوجة ولد يا جولة وهلين نحكي فيهم بعد الموضوع، نعملوا ترتيحة بالموسيقى وانا رجعينا تتسوي عايزك باي باي. الثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة توا في فيم أحلى راديو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل كان التحقتوا بنا توا ذي العب يلا معاكم حتى للتسعة متاع الليل. مازالوا حاضرين بحذايا على يميني والفائزة بالجولة الأولى من حلقة اليوم بوثينة حربي، مرحبا مرة أخرى. مرحبا مرحبا رشا، صفا عايشك، مش تحس روحك كنت منتصرة بالليل في جولة؟ عاملة جو أيه. على يساري ولا صغير مرحبا عاصمة. مانيش نجم نسألك نفس السؤال، أسألني مثالي شنو أحساسك وأنت ماكش رابحة في الجولة؟ عادي نرمال، إحنا نربحوا أنا ولا هي، احنا كيف معنا نحاولوا عاد ندير كل موقف ونربحوا جولة ثانية وكاك نرجحوا الكف هكا ولا اوكي. قلت لك شنعمل فيك راهو قبل ما ندخل ليه قلت لي هذاك علاش ديجا يلا غير خساره خساره زربت وقلت له انا ورا مستغربه تدخل لك شبي يعمل معايا هكا بالك شي يسمع حاجه بالك شي وليد وصاه صبرت ايش عامله مع وليدك هكا ونستقبل زاده اللي يسمعوا فينا بالتليفونات نتاعهم المتبارين اللي باش يشاركوا معنا في الجوله الثانيه. ايناس الزريبي اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا سلامه وسلامه وسلامه. تكلم فينا من سليانه 38 سنه ربت بيت وعندها زوز صغار تونيفو بيان مغرومه بالحلو والمالح الكومبو لمت الكل سر الكوجينه يا غيبه وليد. قلنا ايناس شنو هي الامور شنو هي الاجواء العائله بخير؟ الحمد لله صغيرات صفا أجواء كل البيت الحمد لله، برشا مطر برشا جو صفا تصب في سلينا مستبشرين بالمطر ديجا بكري شوي كانت تصب هاي بيت أجواء شكلية معناتها قاعدين نشموا فيها وحيدة وحيدة ولكن عادي معناتها مازال الرمان ما طابش والسفرج كيفاش معناتها شنو نعملوا فيه حتى نطيبوا احنا ساعة مازال الجو مازال زوايا صغيرات قداش العمر؟ يا ناس نعم مانيش نسمع فيكم بالكدا كي لي عاد ما عادش فاهم هذا كله يدور لي من الكابوش اللي لبسوا الميكرو قاعد ما نعرفش نزيدوا شوفوا تقنيين انتم نتاع الصوت تفهموا اكثر مني خويا المخرج تسمع هكا صبا اي صبا ميو قلت لك جوي الصغيرات قداش عمارهم؟ ولدي 10 سنين وبنتي 5 سنين ما شاء الله ربي يفضلهم ماكرونتري سكولير وصبا تعدت الامور الحمد لله لطيف الحاجه مشت بلاصتها والحمد لله الحمد لله سنه دراسيه موفقه على كل حال الناس لاباس لاباس الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله معنا زاد سي علي ابو بكر من المهديه 60 سنه متقاعد اهلا وسهلا ومرحبا بك سي علي مرحبا بك مرحبا بك لاباس عليك سي علي مرحبا الحمد لله عايش صحه بخير شنو هي المهديه؟ والله الحمد لله الحمد لله يا رب صفات عدى سي باهي المهديه السنه
يا لاباس حمص البحر يشرف جو عاد البحر بلدية تبارك الله ما شاء الله فيك البحر هذا معروف بالجحود آمين مغروم بالمصيد ولا خاطر حطولي حب البريكولاج كهو شوي هو برا مش ياسر مش ياسر على كل ان شاء الله تكون مغروم بالاجوبه والاسئله وجو ذاك باش تربح 600 دينار ليك والا المدام انيس نذكر مدامكم تسمعوا في الزوز سؤال الاولاني كالعاده باش نعرفوا شكون باش يختار ما بين بوثينه والا ولا باش يلعب معها الجوله هذيا السؤال في 10 ثواني تعطيوني ثلاثه اجابات صحيحه في اقل وقت من المتباري اللي قبلك سوسوا باش نبدا بإيناس ولا محاله إيناس واضح البرانسيب نعم حاضر واضح البرانسيب قلت لكم تاع السؤال اي واضح ممتاز سي علي واضح يلا هاي ولد يلا نبدا معاك إيناس حاضر السؤال يقول حاضر سمي ثلاثه حاجات نخبي فيهم الفلوس سقاطه بورتفي دبش اي نجمو في الدبش وي ودبش نجمو اي باش تحطها مكيه تخبيهم تلقاهم من بعد كان لقيت الدبش مفروت يا ايناس سيكو قاعدين يسمعوا فيك حاضر نجم تكون عطيت الاسلحة متاع الدفاع متاعك قداش عنا من ثانية اربع ثواني فيهم ثلاثة اجابات صحيحة سي علي شيخ مرحبا اهلا بيك يلا معايا مركز حاضر ذوكم الكل ان شاء الله ان شاء الله سؤالي يقول سمي لي ثلاثة حاجات نستحقوهم في السفر لا 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 محمد رسول الله الفليجة صيف أمام أي والمقادة والباوس لو البروس هذوما وهذوكم الكل حسيب قداش عنا من اجابه في 3 في 10 ثواني دونك ايناس هي اللي باش تختار مع شكون باش تلعب الجوله هذه لكن الكلمه يا ايناس ولك الاختيار ولا والا بوثينه ما سمعتش مليح بوثينه نورمالمون قالت بوثينه باهي ياسر مرحبا ان شاء الله مربوحه يا ايناس قدك ان شاء الله مربوحه يا ايناس ان شاء الله ان شاء الله سي علي باش تلعب مع ولي في الجوله الثانيه مرحبا بيها اوكي على السلامه مرحبا بيك ايه ان شاء الله مربوحه ايه ان شاء الله ان شاء الله كونوا دريم تيم وما نعرفش الباقي تخليك بوثينه والا لا نرجع لهنا للفتيات السؤال السرعه كالعاده لدين حاضره لدين على البوزور السؤال يقول شنو هو اللون اللي نشوفوه في حالة انعدام الألوان؟ عند شكون؟ يجي البزر شعل على يميني دونك نتصور عند بوثينة تفضل الأسود الأسود قوي الأسود شوف معنا تظليم شنو هو اللون اللي نشوفوه في حالة انعدام الألوان؟ والله ما نعرفش قداش متطلب روشيرش سؤال كيف هذاك قداش تشوف الألوان وقت لا ما نعقبش على السؤال نواصلوا فيه الإجابة صحيحة هو الأسود أسود صح تقامعتني المعدة ما عنديش حق نتكلم في الأسئلة متاعها ما عنديش الحق معناتها نقول أي حاجة ما عندكش الحق تناقش في الأعداد أنت إيش كيفاش تو كل واحد يحترم نفسه في الديميسيون هذه باه يا زهرة باه إيناس نعم نسمع فيك يلا عندك انت تو بوثينه تتشاوروا مع بعضكم وتعطيوني الاجابه صحيحه قبل ما يوفى الوقت رجاء باهي يلا السؤال يقول شكون اللي قامت بدور ام هند صبري في مسلسل عايزه تجوز هل هي رانيا فريد شوقي والا سوسن بدر والا عايده رياض قامت بدور أم هند صبري في مسلسل عايزة تجوز رانيا فريد شوقي سوسن بدر سوسن بدر ولا عايدة رياض سوسن بدر سوسن بدر تأكد أنت يا إيناس أوكي سوسن بدر سوسن بدر إجابة نهائية قالت إيناس ومتفرجة تعرفوا دونك
نجم نعطيك أنت ساخر مالجري اللي وفي الوقت اللي مثلت أمها في مسلسل عايزة تجوز هي بيدها أمها في مسلسل البحث عن عولة. من تكون؟ هل هي رانيا فريد شوقي، سوسن بدر، وإلا عايدة رياض؟ الإجابة صحيحة، سوسن بدر. واحد بليش، واحد بليش. على يميني الفريق تاع بوثينة يتقدم بنقطة مقابل لا شيء. ما زال الطرح يا سي علي، ما زال الطرح يا علاء، كل شيء جيز. قعدت نحكي لك فيها هذيا حتى اللي تماركيو ثلاثة بونتو ببلاش الطرح اللي فيه. ميسيلش نذكروها فما حتى مشكل. نرجع للسؤال الثاني. يقول السؤال، يقول الغسق يجي بعد المغرب وإلا بعد الفجر؟ بعد المغرب. بعد المغرب. شو اسمه اللي يجي بعد المغرب. الفجر؟ الشفق. إجابة صحيحة. ولا والله يعطي الصحة. أسمع نذكرها مقدم دوما الحكايات اللي جبتها من الأرشيف. هي الإجابة صحيحة من اللي قالت بعد المغرب، حبيت نزيد نثبت وثبت به. الغسق والشفق هما. صحيح. يعطيك الصحة. ايناس مرة أخرى نرجعو لك. عندك أنت فرصة باش تمركي الهدف الثاني. باهي. في الجغرافيا سافا الأمور. ايناس. نعم. في الجغرافيا سافا الأمور ولا؟ تليزموا هكاك. تليزموا. باهي نحاولوا. نحاولوا باللي نجموا معك بوثينة بإذن الله. إن شاء الله. تلقى الإجابة. إن شاء الله. السؤال يقول. الصين، تعرفها الصين؟ عندها حدود مع قديش من دولة؟ الاختراحات. الصين. الصين. عندها الحدود متاحة مع قديش من دولة تتشارك في الحدود متاحة؟ 6 14 وإلا 18. هو أنا نعرف اللي برشا أكثر من 6 وأقل من 18. انا باش نمشي باغي ليميناسيون يا ايناس. نعم. انا نقول 14. انت اعطيني الاجابه الاخرانيه. الصين عندها حدود مع قديش من دوله؟ 6 دول ولا 14 ولا 18؟ انا نعرف اللي اكثر من 6، اما في 18 صعيب شويه برشا. انا نقول 14. هو وفي الوقت راه باش نكونوا واضحين، تحبوا تزيدوا تتشاوروا للتسعه نتاع علي؟ احنا ما يقلقنيش التسعه نمدوا اللونتين ونخرج. حطينا نقول 14. 6 قالوا شويه، 18 قالوا ياسر. تذكرت المعلومه 14. سبحان الله. الله الله الله. صاركت موجوده المعلومه. يا ايناس. نعم ايناس. والريشيرش تعطلت في الاثناء ولا كيف؟ ولا مع الحوايج بحث الفلوس فما المعلومه يعني نورمال موراني. 6 14 والا 18. انا بلوتو يظهر لي لهنا اللي صار كونه الشيما نتاع التخمام نتاع المعده ولاو فاهمينه في الاستوديو. دونك تحط لهم انترفال كيما 6 و 18 سيكو فورسيمون الاجابه الوسطانيه هي الصحيحه. اه هي اللي دونك الاجابه نتاعك 14 اجابه صحيحه. برافو. بوثينة انا اللي حضرت فيهم الكل هك. مجمرهم. اللي اقل من 10 شويه اللي اكثر من كذا راهو برشا. دونك وليد تفهم في خير الامور الوسط يا عين. ما خسرت عليه تصحاحه في الاخر معنا. باه باه يوكي. هذا الكل باش ما يقولوش رانا ولينا نعرفوا زهره، باش زهره تكمل كيما هي ما تبدل شيء. مستسهلينك اختي المعده. باش تبدل تكتيك. باش تبدل تكتيك. جيب لهم في الجبر وفي والجو هذاك نروح انا. وعروض. وينو العروض في العروض؟ انا قويه في العروض. انا عروض خطش عليها في نهارتها. ما تحلش عروض. ولا ما تحلش شنيه؟ ما تحلش الجبر. باهي
دونك عندنا اثنين بلاش توا اثنين بلاش يلا اثنين بلاش ايناس سؤال اخر هكا تلقى الاجابه نتاعو درا كيفاش وتربح 600 دينار ناش قولك ديل ولا مش ديل اي باه ياسر سي علي السلام عليكم يا سيدي مرحبا بك يا خويا كنت عايز شرفتنا سي علي مرحبا اه يا خويا ممكن ممكن تو ربي سهل حبي ان شاء الله يلا نرجع لهنا الاستوديو سؤال للفتيات سؤال يقول برشا نزلان على البوزور هذا تصور مش تحمسوا له ياسر السؤال هذا البايلا اصلها ايطالي والا اسباني مش حطوا هيلي هذايا الفار شي يقول في الوقت يقول لي انا نزلت قبل الوقت صحيح ليه ليه تنجم تفضل جاوب عندك انت عندك انت اه اسباني اسباني صحيحة البايلة فما شكون حاكي اللي هي مخرج اشاعة اللي هي ايطالية البايلة لا سمح الله وين السؤال وين المعدة امور ماكلة نجاوب بايلة ما فماش مثلا جيت هكا وقلنا راهو الامر ولا المسألة لما تروحها ونعملوا في سونداج زعما البايلة ايطاليانة ولا اسبانيولا نجم يكون سؤال فخ فخ واضح هاي بلي تشك تشك شك سي علي سي علي اصل اصل هاي سي علي عندك انت توا ولا باش تسجل اولى نقاط هالمباراة سؤال يقول شنو جنسية المواطن اللي أدى مناسك العمرة أسمع مليح لشكون لروح الملكة إليزابيث الثانية هل هو سعودي الجنسية وإلا إنجليزي وإلا يمني شنو جنسية المواطن اللي أدى مناسك العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية سعودي وإلا إنجليزي وإلا يمني مش مثبت اما يحتمل يمني الله اعلم يمني يحتمل لا ما عنديش فكره انا اما يحتمل يمني علاش احتمالك مشي طول لليمني مش للسعودي او ال سي علي انجليزي سور سور من ريبونس ولا لان هي اليمنيين يخرج منهم كل شيء قارينا ديل اكثر من هكا عشان نجم انت نستفسروا منك سي علي خاطر الاجابه نتاعك صحيحه يمني تحسين في محل قمرت وجبت يا سي علي بيان برافو شفت المهدويه الله يعطيك الصحه يا سي علي الحقيقه فاجئتني بالموضوع نرجعوا لهنا اثنين بواحد مازال الوقت مازال الطرح متواصل هل هي ريمونتادا ولا اي ام هو انتصار بوثيني سامحوني ايش عملت في الاسامي نتاعك ما يسالش وليد ما حذرني قبل ما تغيب ما تفاجئنيش بالموضوع يلا السؤال يقول شنو يتسمى العنب الشايح زبيب هذاك هو هذاك هو الزبيب ممتاز ممتاز خرجنا راس راس مع السؤال اللي نجم يربح للإيناس 600 دينار معانا مو إيناس إيه معاك ركز يا إيناس ركز أنا مش عارف وين ريتو السؤال هذا قبل مش عارف من شعر هو ساهر راه اي اي وكان كان صيفة نعت السوق زعما الله 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 فما انفجار ضحك في الشيرة الأخرى يا ايناس اش فما يا ايناس فرحانة خاطر ساهل السوق ايه فرحانة ان شاء الله يا ايناس ان شاء الله ديما فرحانة يا مدى نقولوا فرحانة متفائلة ان شاء الله متفائلة كهو يس حتى انا متفائلة ملا ندخلوا طول في صلب الموضوع وهاتك يا اسئلة السؤال يقول شنو المكون الرئيسي في أكلة العبود؟ قلت لك ما هي؟ العبود هل هو المشماش، الكرموس، وإلا التمر؟ العبود كما رفيزة ديك هل التمر؟ ايه هو سمح لي كلمة لخرجنيش من المكون الرئيسي في شنو المكون الرئيسي في أكلة العبود؟
انا نصور التمر راهو مشمش كرموس والا التمر مشمش كرموس ولا تمر لازم نجيوه هاي ما عنديش المعلومه وفي الوقت يعني قلت لك التمر وفي الوقت يا ايناس دونك اوبليغاسيون باش نحتفظوا بالاجابه الاخيره من عند بوتينا واللي هي التمر انت تعرفوا العبود اي ذا اللي كيما رفيسه هذيك في بالي هكا بالتمر عبيد بد ما عندك العبود لبسيسه نقولوا نحن فازا هكا بلي كان عندنا شي صور الاخر عبود تعدى في اي اف ام ولا اي حاجه معناتها بلي فماش العبود العبود نحب نشوف رسم بياني للعبود فماش عبود دونك مثالش نكملوا كيكا تكون المكون الرئيسي في أكلة العبود المشمش الكرموس وإلا تمر معناتها مش معمول بالضبط والإجابة الصحيحة هي تمر مبروك يا ألف ألف مبروك ليك يا إيناس 600 دينار الضحكة جابت أكلة الضحكة كانت متفائلة واستبشرتي خيرا بوزيتي فايبس نحن في بعضها الأمور سبحان الله سبحان الله ألف ألف مبروك عليك 600 دينار مرة أخرى على شكون تحب تسلم مبروك على شكون تحب تسلم يا إيناس سلم على راجلي حافظ وأولادي محمد ومريم وأختي وماما وصلت يا لديديكاس ونسلم عليهم برشا برشا وعلى كل من يعرف إيناس الزريبي سعلي أبو بكر مبروك عليك البوندا شاب قيمة 100 دينار مبروك سعلي كونيزي تيليكوب على شكون تحب تسلم سعلي نسلم عليكم انتم ونسلم على كل وعلى الأهالي في وعتمديك الزيلة يعيشك يا سيدي وصلت الديديكاس متاعك ومشكور مرة أخرى على الاتصال متاعك الفايز معنا في ديجيتال البارح بشرة الرزقاني من تونس ألف ألف مبروك مبروك ميرسي لكم اللي كنتوا حاضرين معايا اليوم بوثينة حربي ولا صغير مفدلك هكا توا في خاطرك ولا حاجة طيحهم لي القهوتين بالله ولا واربعة مبروك عليك الأربعة قهاوي هانغرو ميرسي ليكيب اللي حاضرة معايا الكل درة زهرة عاطف الإخراج ويا مسوفيان في الغياليزاسيون ديجيتال نلقاكم كامش نقول لكم طريقة سلامة الناس الكل شاو شاو باي باي تخيل عندك تلفزيون